برأيك لأي مدى تراك النساء شخصا جذابا؟ احتمالات كثيرة ترى. يلا 6 من 10. 6 من 10؟ خلينا نشوف. 6 إلى 10 صح، وجاءت ضمن الاحتمال الرابع. سوسة انت شو تقولين؟ انت امرأة، برأيك لأي مدى ترى النساء الرجل شخصا جذابا؟ 10 من 10. 10. خطأ، لأن هذا شخص جذاب يعني فل. إذا تفضل ست سوسة وخلوا نروح مع الشالفي. سهل السؤال أستاذ مصطفى، برأيك لأي مدى تراك النساء جذابا؟ خلينا نقول 8. 8 صح، ممتاز. والأستاذ عامر شو تقول؟ 5 من 10 صح، هذا الصدق، هذا انه اكو جهاز ما يكشف الكذب. انت بتقول صح طبعا. والمهندس غافر 7 من 10. 7 من 10